بعد المظاهرة النسوية مساء الثلاثاء، المركزية النقابية نسية تطالب طرفي الصراع السياسي في تونس وهما حزب النهضة الحاكم ومن يوصفون بالعلمانيين بالإسراع بإيجاد حل توافقي لخلافاتهم من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة برئيس السابق زين العابدين بن علي. المركزية النقابية القوية بقاعدتها الشعبية تدعو إلى الحد من تقسيم المجتمع على النمط المصري. وأقول للتونسيين والتونسيات أن إن الدرس المصري يجب أن يقوي وحدتنا وأن يقوي حرصنا على الوفاق لقطع الطريق أمام من يحلم برؤية سيسي آخر في تونس. الأزمة تتفاقم في تونس منذ اغتيال المعارض اليساري محمد برهمي قبل 3 أسابيع، والذي أدى إلى احتقان سياسي كبير في ظل أزمة اقتصادية خانقة آلت إلى المطالبة برحيل الحكومة.